أود أن أشكر خادم الحرمين وحكومة المملكة العربية السعودية على هذا الإعلان الذي قرأ الآن أمامنا، وبعتقد أن هذا الإعلان هو طريق لمستقبلنا في دول مجلس التعاون، أن يكون إن شاء الله الاجتماعات المقبلة خير من 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 الاجتماعات السابقة. شكرا لخادم الحرمين. الحمد لله، نحن نتعامل البر والتقوى بيدنا وحدة في كل وقت الحمد لله، ونفس الوقت اجتماعاتنا هذه أيضا تثبت موقفنا وتجعلنا دائما متعاونين ونتحدث مع بعضنا بكل الصراحة.